الضوء على بركة الله. عندي هنا في المقادير عندي شوية ديال القزبر، عندي شوية الخرقوم، عندي شوية البزار، شوية القزبر ومعدنوس، شوية الثومة، واحد جوج ريوز ديال الثومة، شوية الملحة والسكينجبير، وشوية ديال التحميرة اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. وغادي ندير شوية ديال الخليز، واحد الكاس رقدت فيه شوية الزعفران حر، ناخد واحد شوية غير باش نرمد فيه دوك اللحيمات، وغنخليهم واحد شوية على ما نقطع البصلة. هو الطاجيرة ما كيتقلى ما والو، ولكن راه كيجي لذيذ بزاف، وجمع ما بين بنة الحلاوة والملوحة، كيجي فن بزاف. ما درتش القرفة، ولكن غادي ندير واحد العويه ديال القرفة، واحد شوية السمن ما درتوش نسيتو، المهم ديرو شوية السمن، انا نسيت ما درتوش، كاني نديرو مع العطرية. هاد الطاجين يجيب البقري ويجيب الغنمي، صافي غنغطيه ونخليه في الثلاجة لحتى نقى هاد البصلة، واحد الكمية ديال البصلة تقريبا واحد كيلو ديال البصلة ولا كيلو لا ربع. غادي نقطعهم شنينفات هكا جوانح ونرجع معاكم ان شاء الله. هي قطعتها، قطعت تقريبا قلت لكم شي كيلو ديال البصلة تقريبا، درت العطرية كلها الا السكينجبير والقزبر، درت شوية تحميرة، شوية الخرقوم، شوية البزار، شوية الملح، ودرت الزيت، الزيت غير واحد ربع كاس، متكتروش الزيت. ونشتا ندخل في هاديك العطرية كاملة كما كتشوفو. غادي نخلي شي حاجة نديرها هنا نيت في الغلاقة، ونفرش البصلة، غندير واحد العوية تاع القرفة بطبيعة الحال. الا بقى انا حيت ما بقاليش الربيع ما زدتوش في البصله، الا كان عندكم الربيع زيدوه في البصله، وما تنساوش شويه السمن، انا راني نسيت. صافي غندير هاد البصيله، نغسل يدي، واحد العويه ديال القرفه ها هو، غادي نخشي هنا لداخل باش يطلق لي المذاق زوين. صافي هاد القرفه شي شويه مجهده، بس هذاك شويه. غادي نجيب هنايا برقوق، خديت شويه البرقوق، شويه المشمش، شويه الزبيبه، غسلتهم. غادي نسكيهم هنايا، شويه الزبيب هنا في الوسط. غادي ناخذ هذاك الطبيسيل اللي كانت في ديك العطريه، وغندير في ايدك الماء ديال الزعفران. هادشي باش غنروي، ما غادي ندير لا روا لا والو، غادي ندير هاد الشويه تقريبا واحد نص كاس الماء. نفتح الطاجين وغادي نخلي يطيب على العافيه مهيله بزاف باش ما يتحرقش من البصله لتحت. ملي يقرب يطيب صافي ما بقى والو نحطو، غندير واحد شويه العسل ولا سنيده اللي عندكم باش يجينا في ديك طعم الحلاوه وتعسل ديك البصيله. صافي دا هو الطاجين، غادي نردو نتلاقى معكم ان شاء الله، ملي يطيب نتلاقى معكم، ملي نبغي نزيد السنيده نتلاقى معكم. هذا هو الطاجين، دابا راه تقريبا راه قريب يطيب، غادي ندير عليه شويه العسل كما كتشوف. اللي بغى يدير سنيده يدير سنيده، انا غندير شويه العسل. صافي دابا درت لي داك شويه العسل، غنخليه شي شويه حتى يتغمر، ما زدتش الروا، راه داكشي درت قدامكم هو اللي خليت، حيت البصله كطلق الماء طاب في داك الميه ديال البصله، وراه كيجي لذيذ بزاف، كنصحكم تجربوا. دابا غادي نزيدو واحد نص ساعه ونطفيه عليه ان شاء الله. كما كتشوفوا حبيباتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، كيجي على هذا الشكل، ما كتجيش فيه مريقه قليله كما كتشوفوا، وكيجي مع السل ومضغمر، كيجي هائل. رافقته مع شويه ريضه، شويه الفلفله وشويه مطيشه كما كتشوفوا. كنت بغيت ندير شويه الخضر مسلوقه، صافي ما بقاليش الوقت، وخبيزات ديال الدار. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، واذا عجبتكم ما تنساوناش ندير لايك ديالكم، وخليت لكم الراحه في امان الله.